عجقة مهرجانات تكريمية وفنية عم تعيشها مصر بالفترة الأخيرة، وعم تضم خلالها نخبة من ألمع نجوم الدراما والفن بأمسيات عم تلقي الضوء على أبرز الأعمال والأسماء العربية الناجحة. وكان آخر حفل جوائز السينما العربية بدورته الثانية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واللي حضروا عدد كبير من النجوم والإعلاميين وتألقوا على الريد كاربت. وبالطبع كاميرا أغاني والزميل أحمد السينوسي كانوا بالمرصاد ونقلوا أبرز الوقائع واللحظات. البداية مع الممثلة المصرية إلهام شاهين اللي عم تكون مشاركتها لافتة بمعظم المهرجانات الأخيرة بمصر. أما بها المهرجان فبدت فرحتها واضحة بالسينما والدراما وحركة المهرجانات اللي عم تشهدها مصر بكافة محافظاتها. يا المهرجان الناس شايفة تنظيميا جميل، ريد كاربت جميل، نجوم كلها موجودين. الفكرة جديدة أنه يبقى فيه ترشيح لأكتر من فنان وأكتر من عمل والكل موجود، وأنا بعتبر كلهم واخدين جوائز. يعني لما بترشح أربع أسماء دول أحسن ممثلة، هو خلاص هو اختيار أن دول أحسن ممثلين لهذا العام بصرف النظر عن الجائزة بقى في الآخر مين اللي هياخدها، لكن هو شيء جميل وجديد يعني مختلف، وفي يعني عارف إيه إن يبقى فيه انتظار وبتاع، يعني شيء لطيف. بس أنا غير مشاركتي في فيلم يوم لستات وترشيحي لجائزة التمثيل، أنا المفروض النهاردة عندي جائزة اسمها جائزة إنجاز العمر، تكريم على مشواري كله يعني على تاريخي الفني كله. شاهين وخلال حديثة معنا كشفت أيضا عن تحضيرات الدرامية والسينمائية للفترة المقبلة. من غير تفاصيل بس عندي فيلم حلو قوي مع المخرجة هالة خليل إن شاء الله. بحب أهل لبنان وعارفة أن هم بيبدلوني نفس الحب، بسعد جدا أن أنا أبقى موجودة معاهم. والمفروض الفيلم تعرض برضو في مهرجان بيروت في لبنان، يعني المفروض الناس شافوه يعني اللي كانوا موجودين في المهرجان. أتمنى دايما أكون معهم في كل المناسبات الحلوة. الممثل السوري جمال سليمان المتواجد بشكل شبه دائم بمصر تحدث عن أهمية وخصوصية مهرجان السينما العربية، بالإضافة لكشف بعض التفاصيل الخاصة والحصرية عن الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس اللي عم يقوم بتصويره. والله سعيد يعني بوجودي هنا، أنا ما عنديش يعني عمل الحقيقة يعني أنه داخل في المسابقة، بس يعني أنا موجود لأحتفل بأعمال زملائي وبإبداع زملائي وزائف لهم على نجاحهم وعلى الجوائز اللي بناخده. صحيح انا مصور الجزء الثاني من مسلسل افراح ابليس الان، يعني تقريبا احنا بالربع الاخير من التصوير، راح نعرض مسلسل خارج رمضان. هذا مسلسل كان له جزء اول حقق نجاح طيب الحمد لله، بس كان قبل 8 سنوات. الدنيا قبل 8 سنوات غير الدنيا الان، في كثير اشياء تغيرت يعني. طبعا لذلك يعني في شوية ريفلكشن للشيء اللي صار خلال السنوات الماضية على أحداث المسلسل. يعني مشان هيك الأستاذ مجدي صابر اللي هو بيكتب الجزء الثاني عن الأستاذ محمد صفاء عامر رحمة الله عليه الكاتب الكبير، ف يعني الأستاذ مجدي الحقيقة استجاب لكثير من يعني الأحداث والأشياء اللي حصلت من خلال خطوط درامية جديدة وشخصيات جديدة. الممثل المصري الأدير عزة العليلي اللي شارك أيضا بهالليلة المميزة وتم تكريمه خلالها امتنع عن إجراء اللقاءات الإعلامية واكتفى بتحية من القلب لجميع عدسات الكاميرا. كذلك الأمر الممثل المصري أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي اللي كانوا حاضرين لكن بعيدا عن الكاميرات. حلمي. الفنانة اللبنانية نيكول سابا اللي تألقت خلال هالليلة بإطلالة لافتة أبدت فرحتها بالمشاركة بهالحدث، كما كشفت ولا أول مرة تفاصيل أغنيتها الجديدة صورة سيلفي اللي رح تصورها بمصر قريبا. متحمسة إن أنا النهاردة موجودة في الدورة الثانية النهاردة، ومبروك مقدما لكل الزملاء والفنانين اللي حيتم تكريمهم، وأنا شخصيا المفروض أكرم حد كمان النهاردة. فمشاركة حلوة، وبالذات أي حاجة تخص السينما أنا شخصيا ما بقصرش إن أنا أبقى موجودة فيها، لأنه دايما بقول إن السينما هي الشغف شغفي، فبحب إن أنا أبقى متواجدة في أي إيفنت يخص السينما. صورة سيلفي معطلك شوية في مصر معانا. سيلفي معطلتني كتير، تيجي ناخد صورة سيلفي؟ صورة سيلفي أول مرة في مصر، أول مرة تصوير ليا في القاهرة، طبعا متحمسة جدا. والأغنية الأوديو عايز إن أنا أصور في مصر، عايز أخد حتت من مصر والروح والمود، هي أغنية شعبي شوية،
فهتبقى جديدة ودمها خفيف ولذيذة. لسه مصورتش، هصورها مع المخرج ياسر سامي 10 أيام كده إن شاء الله. تعال ناخد صورة سيلفي، تيجي ناخد صورة سيلفي والكاميرا خلفي. مرسي لأغاني أغاني، ومبروك اليوم أكيد لكل النجوم اللي عم بيتكرموا، وتابعوا كل أخباري الغنائية والتمثيلية عبر أغاني أغاني. I love you. الفنانة الاستعراضية دينا اللي حضرت لتسليم أحد الجوائز عبرت عن سعادتها بهالحفل التكريمي اللي تطور أكتر بدورته الثانية. والله يعني لحد دلوقتي شايفة النظام رائع، يعني حاجة جميلة جدا. لسه هنشوف بقى إيه ما بعد ذلك. تدي جايزة ولا جاية على حضور؟ لا لا لا، أنا ما عنديش أفلام السنة دي، إنما إن شاء الله ربنا يسهل والسنة الجاية يبقى في شغل. الممثلة السورية سوزان نجم الدين اللي بتحرص دايما على التواجد بأهم المناسبات المصرية خبرتنا عن أهمية الحفل بالنسبة لها، بالإضافة لآخر أعمالها السينمائية والدرامية. أنا بحب مصر قوي، وبحب الفن المصري والفنانين المصريين والنجوم والإنتاج السينمائي والدرامي كله بجد، فبحب أني أكون مشاركة في المهرجانات. المهرجانات دي بتكلف كتير وبتعبوا فيها كتير علشان تنجح، وإحنا لازم نشاركهم فرحتهم ونجاحهم وتعبهم ونقول لهم مرسي على المهرجانات دي. بتحضرين أي جديد؟ بحضر في كذا حد مكلمني، وفي نصوص حلوة السنة دي إن شاء الله، منتظرة النصوص لما تتكتب. ما بحبش أوقع قبل ما أعرف السيناريو رايح فين. الفنانة ميس حمدان المعروفة بخفة دم وطاقتها الإيجابية شاركت بحفل توزيع جوائز السينما العربية، وتحدثت بشكل عفوي عن هالليلة وعن لوكها المميز اللي طلت فيه. أنا مبسوطة جدا أنا موجودة في الدورة الثانية للأريبيان سينما أوردز. سمعت عنه إنه مهرجان أكتر من رائع السنة اللي فاتت، وأنا للأسف ما كنتش موجودة، فأنا حريصة إن أنا أكون موجودة المرة دي إن شاء الله. الواضح إنه معمول بشكل راقي جدا، ملتقى لجميع صناع السينما اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. بقول مبروك مقدما لكل الناس اللي هتكسب النهاردة، يا رب من نجاح للنجاح، وإن شاء الله يجي يوم وأنا أكسب كمان. الممثلة المصرية داليا البحيري طلت أيضا بفستان ذهبي لافت، وخلال لقاء معنا تحدثت عن أهمية المهرجان. أنا موجودة النهاردة، السنة اللي فاتت ما حضرتش لأن أنا كنت في شهر العسل، فما كنتش قادرة أجي أحضر، وكنت مفروض أن أنا من اللجنة اللي بتقيم، بس ما قدرتش أكون موجودة للأسف. السنة دي أنا جاية بقدم واحدة من الجوائز على الستيج، ويا رب يبقى وشي حلو على اللي هياخد الجائزة. بالإضافة لهالنجوم، وجوه كتير حضرت المهرجان وأبدت سعادتها فيه، على أمل هالحركة اللافت اللي عادت لمصر بعد غياب طويل عنها تحافظ على تألقها واستمرارية تواصلتها الحلوة اللي بتعكس إصرار الشعب المصري على الحياة. مبسوطة أن أنا هقدم جائزة، وآي هوب أنها تبقى نيلي كريم، عشان أنا بحب نيلي كريم جدا، وهي تستحق كل الجوائز صراحة. المهرجان حلو قوي ومعمول حلو جدا، ودي حاجة حلوة برضو للسينما. حرصي ما أكون موجودة في أي دورة وأي مهرجان لائق ويرفع راس بلدي، وأكون موجودة جنب الزملاء إن شاء الله ربنا يكرمهم النهاردة بجوائز بإذن الله، ويقوي السينما المصرية. سعيد بالتواجد، سعيد بالمشاركة، وسعيد إن الفيلم واحد من أهم، أو خد إنه أوريدي يكون إنه هو يترشح يبقى واحد من أهم 5، ده أوريدي حد ذاته جائزة مبدئية، إلى أن لو خد جائزة كمان يبقى شيء هايل يعني. دي تاني دورة أنا بحضرها، ومبسوطة قوي إن أنا النهاردة هبقى موجودة بشارك كل النجوم اللي موجودين. دايما يا رب كده كل عمل بنعمله على أرض مصر يبقى طالع بشكل الناس تشوفه تشيد بينا، ان احنا الحمد لله لما بنعمل حاجة بنعملها بشكل مبهر. انا بفرح كبني ادم عادي مصري لما بشوف مهرجان يخليني فخور بالفن عموما، فان شاء الله يبقى مهرجان حلو، ودعونا كده كلنا ان شاء الله يعني نعمل حاجة حلوة. بحب الكيان ده وبحترمه جدا، لانه عنده فيجن وعنده رؤية عايز يعملها في مصر، وبيحب الشغل وبيحب يبقى الفنانين اكتف، يعني الموضوع حلو جدا.